الحقيقة اليوم النهاردة أسعدنا جدا سواء فريق الطائرة رجال أو فريق الطائرة سيدات. كابتن خطيب اهتم جدا ان يتقابل معانا ويجتمع بالفرقه بالكامل بالجهاز الفني عشان ياكد على حاجات معينه وثوابت في النادي الاهلي موجوده، ان النادي الاهلي مش بس بيحتفل باللعيبه في وقت المكسب، لا وقت كمان الشده بيقف جنب فرقه وبيقف جنب ابنائه. واكد النهارده كابتن خطيب على ان تاريخ النادي الاهلي في الكره الطايره سواء رجال او سيدات تاريخ كبير جدا ومليء بالانتصارات والبطولات، وان تحقيق البطولات مش هو الهدف، لا ان احنا ناكد على الثوابت اللي موجوده في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي مع البطولات اللي موجوده، دي حاجه مهمه جدا. وشجع الفرقه وشجع اللاعبين والاجهزه الفنيه على مواصله العمل والانتصارات الفتره القادمه ان شاء الله في بطوله افريقيا للرجال والسيدات، واكد ان احنا مهم جدا ان احنا نسعد جمهورنا وان احنا نفرحهم بالبطولات الفتره الجايه باذن الله.